حرب في فيتنام مثلا أوقفتها أو جزء من عملية وقفها كانت صورة لإحدى الفتيات التي النابال كان قد حرق جسمها، وتعاطف الأمريكان أنفسهم حتى مع هذه الصورة في ذلك الوقت. نحن نشاهد كذلك مآسي كثيرة، ما هي الصورة التي يمكن أن توقف هذه الحرب؟ هو الملاحظة أنه الآن الولايات المتحدة أو الجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي كان مشبعا بالرواية الإسرائيلية. تغيير هذه الرواية والسردية التي بنيت منذ 75 سنة سيحتاج إلى وقت، لكن أنا أقول أن المفاعيل التي أحدثتها هذا العدوان على غزة مفاعيل هائلة وكبيرة جدا، وهي تأتي في السياق الصحيح. بمعنى في لحظة ما قد يصبح الرأي العام خاصة داخل الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي ضاغطا ومؤثرا، وهو يؤثر وهو ضاغط وبالتالي له مفاعيل، لكن الوصول بأن يحدث الانعطاف الكبرى قد يحتاج الأمر إلى وقت، لأن هناك من يجادل بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن هذا الدفاع عن النفس ما عدا مقبولا لدى شرائح واسعة جدا من الجماهير. عودة على لما يجري في قطاع غزة، أنا أعتقد الاحتلال الإسرائيلي واضح تماما في هناك فشل كبير جدا ويعني لا تخطئه العين، في المحللين الإسرائيليين والأمريكان الصحافة الكل ينظر بأن إسرائيل تفشل عسكريا وأمريا وأمنيا بشكل يعني صادم لقيادة الاحتلال الإسرائيلي، وصادم أيضا لكل المنظومة الغربية. لم يكن يتوقع أحد بأن إسرائيل بهذه الهشاشة، وبأنها معركة مثل 7 أكتوبر تطيح بدولة وتطيح بقدرتها على السيطرة، بالتالي أنت أمام فشل استراتيجي وفشل نوعي، وهذا منذر للمنظومة الغربية. في المقابل الاحتلال الإسرائيلي لو أحرز انتصارا ساحقا عسكريا ساحقا كان يمكن القول أنه المعركة توقفت، لكن أمام فشله هو يريد أن يعوض في الاتجاه الآخر، يفرغ شحنات الغضب، يفرغ شحنات الكراهية، يفرغ شحنات الشعور بالعجز، وبالتالي يريد أن يعني يدفع الفلسطينيين الثمن. مجمل ما يجري في قطاع غزة من تدمير كل المناحي الحياة المدنية، واليوم احنا نتحدث تقريبا لم يتبقى قطاع في قطاع غزة إلا ودمر، من الصحة للتعليم للجامعات للمدارس، وشفنا بالأمس كيف يعني يبتهج الجنود والضباط بسادية مكشوفة، أنه مدارس أونروا لليو أن تفجر بكل أريحية وبكل شعور بالراحة والانبساط. لكن ما الهدف؟ الهدف منه أساسي يدرك تماما الاحتلال الإسرائيلي بأن المقاومة لصيقة بالشعب والشعب لصيق بالمقاومة، وأن هذه المقاومة لم تأتي من باراشوت أو مستوردة، وبالتالي يريد أن يعمل نوع من أنواع الفك ما بين المقاومة وما بين الشعب الفلسطيني. لحد اليوم طبعا هذه المسألة فشل فيها، لأن يدرك تماما أن حركة حماس أو الشعب الفلسطيني يدرك بأن حركة حماس هي إفراز طبيعي لتطلعاته وأماله في التحرر من الاحتلال، وأنها معبر عن ضميره وتطلعاته، وهؤلاء هم أبناء يعني هم الأبناء، وبالتالي أي اليوم مقاتل موجود في غزة يدرك تماما من يقتل هو أخوه وزوجته وابنه وجده. هذه مسألة من الصعب. مسألة مهمة جدا أيضا أخرى يهدف إليها الاحتلال هو محاولة خلق وعي رادع في الرأي العام الفلسطيني، ردع يكون ردع عميق بمعنى كما يسموه الاحتلال الإسرائيلي كي الوعي، يريد من الفلسطيني في غزة أن يزرع فيهم ردعا قويا عميقا، بمعنى أن كل من يمس إسرائيل أو جنديا إسرائيليا سيكون مصيره السحق والدمار والقتل وإلى آخره، حتى يشكل يعني حائطا وصدا كبيرا جدا أمام رغبة الفلسطينيين في التحرر، وبالتالي يقفوا عاجزين يقفوا مستسلمين. وهذا الأمر لحد اللحظة أنا أقول لك وبشكل يعني واثق الاحتلال أراد أن يخلق معادلة ردع ضد الرأي العام أو في الرأي العام الفلسطيني، وأن تكون هذه المعركة وهذا العدوان عبارة عن صدمة سلبية في الوعي الفلسطيني، لكن أنا أقول لك أن الذي جرى هو عبارة عن صدمة إيجابية في الوعي الفلسطيني، لدرجة أنه اليوم نرى أغلبية ولا أريد أن أقول الفلسطينيين يتشبثوا بالمقاومة، بل يشعروا بأن المقاومة هي تعبر عن يعني صلابتهم وقدرتهم على مواجهة بنيامين نتنياهو ووزارة الحرب، وهذا يتبدى حقيقة في كثير من ألسنة المواطنين بشكل عفوي.